مشاهدي قناة اليوم 24، أهلا بكم. مع اقتراب كل شهر رمضان يعود الحديث عن الساعة الإضافية. نزلنا إلى الشارع لأخذ آراء وانطباعات ساكنة مدينة طنجة، فكان هناك ما بين مؤيد ومعارض، لنتابع. يعني أنا في الجانب ديال الساعة الإضافية، يعني ممكن تحيد ما تبقاش، حيت على حسب الوقت، مي كيكون نهار طويل يعني بنادم كيدرك يدير شغله ويدي ولادو المدرسة، يعني كيبقى له الوقت. أما إذا لا تحيدت الساعة ما كيبقاش الوقت، لا زادت الساعة ما كيبقاش الوقت، يعني بنادم كيجي ما كيدرك يدير حتى حاجة، يعني بالرغم يعني حتى الوقت الصباح كيكون الليل ظلام مدرسة، يعني على حسب الخدمة. يعني نطالبوا بان من رمضان ان شاء الله تبقى الساعه هي كما الاوليه، يعني ما يديروش ديك الساعه الاضافيه ان شاء الله. حنا كسانيت سائن ديال طنجه، وعندنا اضرار ديال انهم سمعنا غادي ينقصوا الساعه، وحنا بغينا ما كرهناش تبقى ديك الساعه كما كانت، حيت عندنا الاشغال والوقت يبقى ضايع، وكنبغيو نخدموا وكنبغيو نديروا بزاف ديال الحوايج، ملي نسالي الخدمه ونمشيو حتى حنا نتقضاو داك الشيء اللي خاص للدور، للدار، الفطور، يعني كما كانت الحوايج كامل. راه كيخليوها عادي، ما يزيدوهاش غير في رمضان، ينقصوها في رمضان ويزيدوها في مور رمضان. يعني حنا بغينا كما كانت دابا تبقى حاليا كما كانت، كما تبقى حاليا. وشكرا. فاش قلتي لي الساعه اللي غادي ينقصوها في رمضان، يعني مهمه للانسان، راه النهار غادي يكون طويل وكيكون الشغل، والساعه اللي كاينه زايده غادي تجي بكري، ما يمكنش البنادم ما هو صايم ضروري خصو تحيد مور رمضان. واخا ترجع ماشي مشكل، يعني كيبقى الوقت عاود في المساء في العشيه، واخا في النهار كتكون مثلا زايده كيمشي بنادم بكري للشغل، ولكن فاش كتنقص كيكون واحد شي حاجه اضافيه في العشيه كتلحق شي حاجه. على حسب العمل ديالنا والوقت ديالنا، من الاحسن يعني الساعة القديمة تبقى في رمضان، ومور رمضان إن شاء الله إلى كان ممكن. هاد المغانا بحال الدواء، بحال سيف. احنا كنخدموا البحر، ماشي كنمشيو على الساعة القديمة، الساعة اللي كانت أول مرة، ماشي الساعة دابا. إيوا ساعة أخرى عاود هو هذيك. يعني إذا خلوها خلوها مزيانة مزيانة مزيانة، بحال 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 مزيانة بحال، خلوها وما خلوها. دابا النهار طوال، زاد الساعة ديك السما، بحال دابا الشتوى كيكون النهار قصير، كيكون غير كيجي الظلام، وهادي دابا النهار طويل، دابا مزيان الحال. بالنسبة للساعة الإضافية راه هما اللي كيقرروا، لا يا زادوا يا نقصوا، حنا ماشيين في المسيرة. نعنا هو هذيك يا هذيك، يا زايده يا ناقصه. حنا المهم ديالنا هي الحياه تكون ماشيه مستمره بدون مشاكل، صافي. ما الزياده والنقصان، ما بحال زايده بحال ناقصه، الانسان خصو يضحي. الحياه هي الحياه، ما كاينش الراحه، الراحه عند الله. الحياه هي كامله تضحيه، كاينش الراحه. يبغى الراحه خصو يعمل، يصلي ويصوم ويصدق، يعمل اللي قال الله، هذيك هي الراحة الكاملة. حنا بمناسبة رمضان بغينا زعما هاد الساعة اللي زايدين فيها ينقصوها لنا، فهمت؟ يفوت رمضان ديك الساعة يزودوها، ما كاين حتى مشكل. ناحية رمضان بنادم من نهار طويل وفهمتي، الساعة زايدة ينقصوها من أحسن، باش الإنسان كيبقى النهار وهذاك، ومن رمضان يزيدوها، من رمضان ماشي مشكل. يعني الصيف ما جا ونهار طويل، بنادم كيخرج من الخدمه يبقى له الوقت يمشي للقهوه، يخرج مع صحابه وهذاك، فهمتي؟ يعني كيبقى لك الوقت فين تمشي فين تجي مزيانه، فهمتي؟ كيف في رمضان كنطلبوا زعما من الاحسن يزولوها، وهذا الشيء اللي كاين. هاد الساعه اللي كيناقصوا في رمضان، حنا دابا حنا ولفنا عليها، احسن واخا تبقى، لان ملي كيزولوها حنا كنبقاو نخرجوا بكري في النص ديال الليل كنمشيو للخدمة، أولا الشركات يعملوا التوقيت هيدا، يعملوا يزيدوا ينقصوا، ما يبقاش يخرجونا في داك التوقيت في نص الليل. الساعة كيفاش؟ نخرجوا قبل الفجر بشي جوج ساعات ولا ساعة، كيبقى الفجر، يعني واحد الوقت بزاف. يعني يخليوها هيدا ولا يشوفوا الحل مع الشركات اللي يعوضوا الساعة، اللي كنبقاو نخرجوا بالليل بزاف. تكرفيت بزاف، كنبقاو نخرجوا بالليل بزاف.
تفضل. بالنسبه لقبل رمضان يحيدوهم والرمضان يرجعوه. بالنسبه لنا في هذا التوقيت كنخدموا حنايا بحال في الشركه الخياطه وداك الشيء كضرنا بصراحه، كنخرجوا معطلين في الساعه ديال الصباح وكن في العشيه وكنبقاو معطلين، داك الشيء علاش بالعكس الساعه خصهم يرجعوها لنا. في رمضان كنخرجوا معطلين، كنخرجوا بكري في الصباح وكنخرجوا معطلين في العشيه، فهمتي؟ بالنسبه لنا ماشي مزيانه، فهمتي؟ من الاحسن تبقى ساعه واحده، يعني دائما تبقى ساعه واحده مفيكسي هذه الدوله ديالنا دائما غريليتش، احسن حاجه باش تبقى زيد ساعه نقص ساعه، هذا الشيء اللي كاين. احسن كتبقى ماشي على ساعه واحده، فحال شي واحد تسقسيه على هذه يقول لك الساعه قديمه ولا الساعه جديده. من الاحسن تبقى ساعه واحده باش يقول واحد شنو كيقول لك، كتقول له في حاله الخمسه كيقول لك واش الخمسه قديمه ولا جديده. من الاحسن تبقى ساعه واحده وصافي. حتى بالرمضان الا يحيدوا الساعه ماشي مشكل، لحقاش الناس كما مع المغرب مع تجي لهم حاجه زعما تساعد عليهم وتجي لهم سهله، بصح من رمضان ماشي مشكل الا يزيدوا فيها ساعه ولا على حسب الناس كيخدموا كي جو الوليدات وعلى حسب لا فاسيليتي سهله.